هنروح دلوقتي للدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير عليك أولا دكتور جمال. مساء النور، شكرا لتحت الفرصة. أشكرك دكتور جمال. احنا بنتكلم ان احنا على مدار 3 أيام تابعنا جلسات على مدار اليوم كله، اعتقد يعني من 10 صباحا لحد 11 و12 بالليل في بعض الاوقات، وكأننا نرى كشف حساب كامل واضح مبين فيه كل صغيرة وكبيرة للشعب المصري بكل وضوح بكل اريحية، اتعرضت فيه المشاكل وتعرضت فيه الحلول. رؤيتك ايه يا دكتور جمال؟ هي فعلا زي ما حضرتك وصفتها، هي كانت جردة وكشف حساب، وانا اتصور انه كان ضروري جدا القيام بهذه الجردة والتوضيح، لانه كتير من هذه الاشياء في الحقيقة تم تداولها في مناسبات مختلفة عبر السنوات السابقة، لكن يعني آفت حارتنا النسيان من ناحية، وآفت إعلامنا عدم الشرح والتركيز وإعادة التذكرة من ناحية أخرى. كان من المفيد جدا والضروري وضع كل هذه الأمور والإنجازات والمشكلات أيضا بجوار بعضها البعض لمساعدة الناخب والمواطن المصري أنه يكون صورة حقيقية عما يواجه هذا البلد وعما أنجزه هذا البلد، عن الأشياء اللي استطعنا أن نحققها وعن الأشياء اللي ما زال علينا أن احنا نحققها. أعتقد أنها كانت التصميم بتاع الثلاث أيام ده كان مفيد جدا، كان ضروري جدا، وأعتقد أن دي يعني أفضل بداية لموسم سياسي انتخابي كبير علشان نضع المناقشة العامة والتفكير في قضايا السياسة والانتخابات على أرضية موضوعية، أرضية صحيح. المعرفة بما يجري في هذا البلد وما تم إنجازه فيه. طب دكتور جمال، خلينا أتكلم معاك في إيه اللي استوقفك خلال هذه الجلسات، يعني أهم النقاشات، أهم ما عرض مثلا وحضرتك توقفت عنده؟ في كل جلسة في الحقيقة كان فيها يعني أمور تستوقف. حجم الإنجاز بالتأكيد كبير، لكن كمان في عدد ليس قليل من المداخلات كان في حرص من جانب السادة الوزراء على أنه يأكد أنه هناك أفضل، لكننا نعمل بأفضل بأقصى الإمكانيات التي لدينا ونعد بالمزيد. مفيش إنكار لأنه في أشياء لم تتم وأشياء ما زال علينا ان احنا ننجزها. اعتقد ده كان واضح في عده مناسبات. النهارده مثلا ده كان واضح في مداخله السيد دكتور وزير الصحه والدكتوره وزيره الشؤون الاجتماعي وزير التموين والتجاره الداخليه. كل الـ في نفس الوقت كان في انجازات في مجالات بعيده عن سكان المدن المصريين اللي هم مشغولين اكثر ربما بالحديث سياسة، بالذات المسائل المتعلقة بالزراعة، بتوسع الرقعة الزراعية، بالخدمات والتسهيلات اللي بتقدم للفلاحين أهلنا. صحيح. فعرض ده أيضا كان ضروري جدا ومفيد في هذه المناسبة. طيب دكتور جمال، أخيرا عايز أعرف منك، خلاص احنا داخلين أيام ونخوض غمار الانتخابات الرئاسية، تقول إيه للشعب المصري؟ الفرصة ان احنا نتدارس ظروف بلدنا والفرص المتاحة لديها والقيود اللي بتواجهها والمفروض عليها. نحن لا نعمل في فراغ، او نحن لسنا في يعني مناسبة لتقديم قائمة امنيات، انما نحن نسعى له، او هي مناسبة للتدارس ايه اللي ممكن واقعيا مقارنة الحاضر بالماضي، برسم تصورات للمستقبل، النظر للمرشحين والنظر بجدية شديدة لكل ما يطرحه كل منهم من أفكار، لأنه أكيد بعضهم هيبقى عنده أفكار أفضل من الآخر أو متميز في جانب من الجوانب. وأيضا النظر في مش بس فيما يطرحه المرشح من أفكار، إنما أيضا في طبيعة التحالف السياسي أو المجموعات المساندة اللي واقفة وراء كل مرشح. هل
هل هي تمثل له دعما كافيا؟ هل تمكنه من تنفيذ البرامج او الوعود اللي بيقدمها؟ هل لديه ميراث سياسي سابق يبرر او يعزز من الوعود اللي بيقدمها؟ فالمسألة ليست مجرد يعني منافسة في البلاغة السياسية، انما هي مناقشة جدية للإمكانيات الواقعية والقدرة على التنفيذ. أعتقد أنه ده الشيء اللي أنا أتمنى أنه الناخب المصري يقوم به في الأسابيع القادمة لغاية. بشكرك دكتور جمال عبد الجواد على وجودك معنا.